اعلنت الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه عن فسخ عقود 180 قسيمه وحيازه زراعيه غير مستغله ومخالفه الهيئه ارجعت فسخ العقود الى مخالفه تلك الحيازات للقوانين لا سيما عقب جولات الكشف الميداني التي شملتها بمختلف مجالاتها الزراعيه والحيوانيه 180 قسيمة وحيازة زراعية غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها أعلن فسخ عقودها اليوم من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارات الفسخ تأتي بعد جولات الكشف الميداني على الحيازات بمختلف مجالاتها الزراعية والحيوانية والدجاج اللحم والخدمات في مناطق كبد والوفرة والعبدلي مدير عام الهيئة فيصل الحساوي أشار في مؤتمر صحفي إلى أن عمليات الكشف الميداني وحصر القسائم أثبتت عدم استغلال هذه الحيازات ومخالفتها لشروط الهيئة، لافتاً إلى أن الموضوع عُرض على لجنة القسائم الزراعية التي انتهت إلى التوصية باعتماد فسخ العقود وإلغاء تراخيص تلك الحيازات. وأوضح مدير الهيئة أن المرحلة الأولى من سحب هذه الحيازات تمت بعد توجيه إنذارات للمخالفين لتعديل أوضاعهم مبينا أن الهيئة قامت بالإعلان بالصحف وتوجيه الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإثر تلك القرارات شكلت الهيئة فرقا فنية لزيارة تلك الحيازات للعمل بحيادية وشفافية كاملة إذ قامت بإنذار تلك الحيازات ومنح فرصة لحائزها للتظلم بعد التأكد من عدم التزامها باشتراطات مزاولة النشاط المبرم به تراخيص تلك الحيازات، وأكد مدير الهيئة أن الحيازات التي تم سحبها ستكون ضمن أملاك الهيئة إلى حين البت في أمرها وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ الموافقات الرسمية لتوزيع قسائم زراعية للمواطنين، ولكل مواطن لم يحصل على حيازة سابقة سيتم تحديد مساحة الحيازة حسب الأراضي التي سيتم توفيرها.